السلام عليكم. واحد بيسأل سؤال مهم جدا وبيدور عليه على جوجل كتير جدا جدا، هو انا بصوم بس انا مش بصلي، فكده بقى ما كملهاش بالمره ولا ايه؟ يعني صيامها هينفع ولا مش هينفع؟ انا عايز اقول لك على حاجه، وعايز اقول للي بيفكر في السؤال ده على اجابه بسيطه جدا، وكمان لو واحده بتسأل السؤال ده يعني هقول لك. اولا مفيش عباده هتلغي عباده تانية، بمعنى يعني انا مش بصلي بس بصوم، هل الصيام ينفع وانا مش بصلي؟ العلماء بيقولوا والراجح عند العلماء ان ان شاء الله تعالى صيامك يكون مقبول. بس انا عايز اقول لك حاجه بين قوسين، يعني انت ما شاء الله ما شاء الله بتصوم وقت طويل ومن الفجر لحد المغرب، وممكن تبقى في شغلك وفي مواصلات وتعبان، طب ما تصلي، طب ما تعتبر الصوم بدايه حلوه ان انت تصلي من خلالها. فانا طمنتك على صيامك، ان شاء الله الصيام بتاعك هينفع باذن الله باذن الله، ويكون مقبول يا رب ان شاء الله. بس يا سلام بقى لو قومنا نفسنا شويه وزقينا نفسنا زقه كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ، قال له ايه؟ اعني على نفسك بكثره السجود. قال له ربيعه بن كعب كده، اعني على نفسك بكثره السجود. فانت اعن نفسك على نفسك ان انت تصلي، ما انت صايم. طب ما جت على الصلاه بقى اللي هي في كل وقت 3 4 دقايق وتاخد يعني ثواب اعلى بكتير. فعشان كده صيامك ان شاء الله مقبول، ويا رب ان شاء الله تصلي عشان كمان صلاتك تبقى مقبوله وتبقى مع ربنا لك مقام عالي قوي.